أخبار اليوم. الشيخ خميس عبيد العقرمي أمين عام المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، رئيس مكتب النقابة العامة للقضاء والمحكمين العربيين، سفير النوايا الحسنة. حضرتك النهارده الرساله اللي بتقولها لكل اللي دايما بيشوفوا الاحداث العنف شويه اللي بترتكب في شمال سيناء، النهارده تقول لهم ايه؟ ان سيناء ايه؟ بقول لهم ان سيناء بلد الامن والامان، سيناء ارض الميعاد، سيناء ارض الحضاره، سيناء الحبيبه، لابد ان تزوروا سيناء. نحن اليوم في فرحه مع ابناء سيناء ومع أبناء عمومتنا. أتينا القبائل العربية أتت من غرب الأسكندرية ومن محافظة مطروح حتى نكون جانبا لأبناء عمومتنا أهالي سيناء الحبيبة. نرى فرحة شديدة واستقبال شديد من أهالي سيناء إلينا، ونحن اليوم في حفل يتكون من ثلاث أفراح، وهو تحرير سيناء والإسراء والمعراج وعيد العمال. فاليوم قبلنا المحافظ الجميل، المحافظ المحترم، على الحفاوة والاستقبال، وقبلونا أبناء عمومتنا. والكرم المعروف عن القبائل العربية، فنحن اليوم مع أبناء عمومتنا أبناء سيناء الحبيبة. نقول لهم نحن معاكم، واقفين معاكم، ومش حنسيبوكم، واقفوا جنب الرئيس، واقفوا جنب، حطوا ايديكم في ايدين بعضيكم، واقضوا على البؤرة الفساد عشان خاطر مصر مستهدفة. لازم ان احنا نحافظ عليها، والشباب خسارة، الشباب اللي بيهلك وخسارة، الشباب اللي بيتدمر، ده لازم نحط ايدينا في ايدين بعضينا ونعمل من اجل مصر الحبيب.